تكلمنا عن تجربتك بعد خروجك من الوزارة في فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة ودورك في أحداث الاتحادية، وده كلام الحقيقة كنا متابعينه لكن حضرتك لم تتحدث عنه من قبل. هو بالنسبة لل نتكلم الأول على رابعة والنهضة، هو كان وقتها وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم، وأنا فوجئت الحقيقة الظهر يوم صباح فض رابعة والنهضة باتصال تليفوني من اللواء أحمد حلمي، كان وقتها مدير الأمن العام، وقال لي العملية الإخوان بيتحركوا تحرك خطير وبدأوا يضربوا في المراكز والأقسام، مستغلين إن جميع القوات موجودة في فض رابعة والنهضة وعاوزين محاولة منهم عشان يعيدوا سيناريو 25 يناير. نعم. وقال لي انا طالب بسرعه والله سيادتك بس تحاول تشوف لنا حل عشان نوقف المخطط ده. نعم. فانا عايزين حظر التجول وعايزين اعلان حاله الطوارئ في البلاد. طب حضرتك كنت وزير بره الخدمه؟ كنت الحقيقه انا مش في الخدمه اصلا، وانا اتفوجئت حتى بالمكالمه التليفونيه دي. كان اللواء محمد ابراهيم اللي هو وزير الداخليه بالضبط. وكان احمد حلمي وزير مدير الامن العام، ولكن المكالمه اللي تلقيتها من احمد حلمي وقال لي الكلام ده الحقيقه، وانا انزعجت وقفلت وكلمت معالي الدكتور كمال الجنزوري وشرحت له الموقف الحقيقه، يعني اتشد للموضوع وقلت له هم عايزين دلوقتي الداخليه، لو ما صبرنا شويه الاخوان هيستغلوا الفض في رابعه وفي النهضه وبيضربوا بعض مراكز في محافظات في بحري وابري. نعم. وقال لي قلت له ان احمد حلمي عايز بس الطوارئ وعايز حظر التجول عشان يقدروا يحكموا على المخطط ده ويجهدوه. قال لي لا حاضر، بعديها بشويه على طول اتصل بيا تاني وقال لي انا كلمت سياده الرئيس عدلي، كان ايام عدلي منصور رئيس جمهوريه، وقال احنا انا خدت منه قرار ب حال طوارئ هتعلن هيعلنها السيد الرئيس قريب على طول خلال ساعه او ساعتين، وبالنسبه لحظر التجول كنت قلت له الساعه 7، قال لي طيب النهارده بس عشان اول يوم هنخليها ل9 ومن بكره يبقى في حظر تجول من الساعه 7. فبلغ على طول دلوقتي الداخليه الوزير وكلمه قال لهم عشان يلحقوا بقى يواجهوا العيال الناس دي الاخوان ويتعاد الهدوء في البلاد. قفلت واتصلت باحمد حلمي قلت له بلغ محمد ابراهيم وزير الداخليه قول له حاله طوارئ تعلن، ما فيش استاذ رئيس الجمهوريه اعلنها خلال ساعات، وحاله طوارئ وحظر التجول هتعلن، وبيطالبكم ان انتوا تبداوا تتعاملوا مع الناس دي صح، ونبدا يعني ادام بيتعاملوا هم بيضربوا نار لابد ان يبقى في ضرب نار وظبط الناس دي عشان اعمل عمليه احباط للمخطط ده اللي ممكن يمشي على مستوى الجمهوريه.